الحمد لله الذي جعلنا شعوبا وقبائل لنتعارفه، وأن يكون الأكرم منا هو الأقرب للتقوى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة مباركة زاكية نامية إلى قيام يوم الدين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. قال العزيز الحكيم في محكم كتابه المجيد: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم سادة الكرام ورحمة الله وبركاته. ضمن هذه الحلقات التي أخذت عنوانا بعنوان الشيعة في العالم، وكان الحديث في الحلقات السابقة بما يرتبط بمكون أساسي من مكونات الشعب العراقي وهو المكون الفيلي، الذي تحدثنا عبر حلقات ثلاث عن خصوصية هذه الشريحة وعن خصوصية هذا المكون، وشرحنا ما شرحنا ما يرتبط بعنوانهم، هوياتهم، انتماءاتهم، طبقاتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتحدثنا عن رموزهم وعن شهاداتهم وعن ما صنعوه في الحقبة الزمنية التي أعقبت سقوط النظام وبعض الاستحقاقات التي تم الحصول عليها عبر الجمعية الوطنية وعبر مجالس البرلمانات العراقية وعبر المؤسسات التنفيذية أو القضائية الأخرى، وتحدثنا عن تفاصيل ذلك. نحاول إن شاء الله في هذه الحلقة أن نسلط الضوء على أهم مناطق تواجد الكرد الفيليين في العالم. يعني الكرد الفيليين كبقية مكونات الشعب العراقي، عندما تعرضوا إلى الظلم، تعرضوا إلى الاضطهاد، تعرضوا إلى المطاردة، تعرضوا إلى التسفير، إلى التهجير، إلى التهميش، فبدت حقيقة سفراتهم ورحلاتهم وتهجيرهم، أما طوعا أو كرها أو بظروف صعبة أو بظروف سهلة، مهما كانت القضايا المختلفة، النتيجة واحدة، أنهم هؤلاء رأوا أنفسهم أنهم في الدول المختلفة في العالم. فلو أردنا أن نضع هذا العنوان: أين يسكن الكرد الفيليين في العالم؟ في أي منطقة من مناطق العالم يمكن أن نحصل على الكرد الفيليين؟ في الواقع، في الدرجة الأساسية بالنسبة إلى الكرد الفيليين، يسكنون في العراق، وذكرنا بالتفصيل المناطق اللي يتواجدون فيها الكرد الفيليين بما يرتبط بمحل سكنهم، وقلنا في بغداد وفي ديالة وفي واسط وفي البصرة وفي بيسان، وتحدثنا أيضا عن النواحي وعن الأقضية وعن المناطق المختلفة التي هي محطة وأماكن تواجد الكرد الفيليين. بالنسبة إلى الدول الأخرى، يعني بعد العراق، محل سكنة ومحل سكن الكرد الفيليين بعد العراق طبعا يأتي إيران. يعني إيران بالدرجة الأساسية نتيجة التسفير الظالم اللي حصل بالسبعينات ويمكن حتى قبل السبعينات وبالثمانينات وبعد الثمانينات للكرد الفيليين، الكراد الفيليين في الواقع العراقيين بالذات سكنوا في إيران في مناطق مختلفة. بالدرجة الأساسية سكنوا في إيلام وفي كرمانشاه وفي طهران وفي قوم وقليل في مشهد، وأيضا في خرمباد وفي المناطق المختلفة من إيران. في طهران طبعا لو تروح إلى منطقة دولة أباد أو منطقة بيسيم أو تذهب إلى المناطق الأخرى في طهران، قلنا دولة أباد وقلنا بيسيم وقلنا مناطق أخرى في مركز طهران، نلاحظ محل سكنة للكرد الفيليين الذين هاجروا أو هجروا من العراق. أيضا في قم أيضا ساكنين من الكرد الفيليين، في مشهد أيضا عندنا سكن، عندنا عدد أيضا لا بأس به في إيلام
في كرمانشاه. طبعا ليش في إيلام؟ أول منطقة قريبة على العراق ومنطقة حدودية، وإضافة على ذلك أن سكنت إيلام الأصليين هم بالدرجة الأساسية من الكرد الفيليين الغالبية، وهم أقرباء للكرد الفيلي في داخل العراق، يعني أكو رابطة اجتماعية ورابطة نسبية تربط الشعبين والمكونين في إيلام وفي كرمانشاه وفي الحدود العراقية اللي كان زرباطي وبدرة وخانقين مندري وهالمناطق المختلفة. فإذا في إيران هذه المناطق، نعم عدد قليل هم أيضا سكنوا في يزد على ما أتذكر، في يزد أيضا سكنوا في إصفهان، لكن الدرجة الأساسية في إيلام وفي طهران وفي قم. طيب هذا الدولة الثانية اللي سكنوا فيها. استحضر أيضا محل سكنة للكرد الفيليين في سوريا، وبالذات في منطقة السيدة زينب سلام الله عليه. الكرد الفيليين يعني حتى كان عندهم هيئات وكان عندهم مواكب في السيدة زينب سلام الله عليها، وسكنوا في سوريا، وطبعا انسجموا مع الشعب السوري. ولو طبعا بالنسبة إلى السوريين أيضا عندهم أكراد، لكن لا أدري بالضبط يعني دقيقا محل تواجد الأكراد السوريين، لكن هم موجودين وأكو ألقابهم، ألقاب كثيرة للسوريين بلقب الكردي. على أي حال بالنسبة للكرد الفيليين سكنوا في سوريا. في الواقع من الدول اللي أيضا سكنوا فيها، طبعا أنا لاحظت لكن بشكل قليل يمكن وبشكل غير مرئي بشكل واضح، في الكويت. يعني في الكويت شفت الكثير ألقابهم ألقاب فيلية وألقاب كردية، وطبعا أما كردي بمعنى الانتماء إلى أقليم كردستان بهذا التوجه، يعني المذهب يختلف لو عبرنا بذلك بالتعبير المذهبي، أو كان ينتمون إلى مذهب أهل البيت، لكن طبعا نسبة جدا ضعيفة ونسبة قليلة يمكن لا يعتد بها. بالنسبة لدول الشنغل وبالنسبة إلى المنظومة الأوروبية، الظهور أو البروز الواضح للمكون الفيلي تلاحظه في السويد. في السويد حسب متابعاتي أكو من الكرد الفيليين ساكنين في العاصمة ستوكهولم، ويمكن أقدر أقول في منطقة بارزة في ستوكهولم يسموها تنستا، وأيضا متوزعين في غير تنستا ومبلي مناطق الأخرى اللي ما استحضر بعض المناطق، لكن بالدرجة الأساسية في تنستا، وعدهم حسينيات وعدهم نشاطات حقيقة. حسين إمام السجاد سلام الله عليه، وأنا كنت أحضر في هذه الحسينية وكانت لي محاضرات ومجالس، كان عندهم هيئات ومواكب. أيضا الكرد الفيليين بعد العاصمة السويدية ستوكهولم أكو تواجد واضح أيضا في منطقة في السويد، هذه المنطقة غير العاصمة تسمى بيوتيوبوري. يوتيوبوري أيضا هي منطقة تابعة للسويد، وهي محافظة تبعد عن ستوكهولم عن العاصمة، وبالنتيجة هي منطقة فيها أيضا الكثير من الكرد الفيليين. على ما استحضر عندهم نشاطات دينيه، عندهم مواكب حسينيه، عندهم ولاء وعندهم انتماء الى مذهب اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا حسينياتهم او مراكزهم هي تصطف الى جانب الحسينيات والمواكب والهيئات الاخرى للاخوه الكربلان او اخوه النجفين او اهل الكاظميه او المناطق الاخرى المختلفه من العراق. فكلا يعني الذي يريد ان يعرف مكان الكرد الفيليين في السويد فيلاحظهم في العاصمة ستوكهولم وفي يوتيوبوري وفي المناطق الأخرى الذي في الواقع مناطق أخرى التي لا أستحضر تسميتها. طبعا أيضا من المناطق الأخرى اللي هاجروا إليها وسكنوا بها هي دولة الدنمارك. الدنمارك طبعا هي الدنمارك هي أصغر من السويد يعني بكثير، والدنمارك بها سكن من الكرد الفيليين، لكن ليس بنسبة السويد، ليس بنسبة عدد الكرد الفيليين في السويد.
أيضا في الدنمارك هم منسجمين مع الحركات الإسلامية وعن المناطق الدينية، فمع الحسينيات الكربلاء، مع الحسينيات النجفية، مع أهالي الكاظمية، مع المناطق المتعددة والمختلفة، وربما أيضا عندهم هيئات ومواكب خاصة مستقلة بهم. لكن بشكل عام ترى هؤلاء يعني الشيعة من كرد الفيلين متواجدين حقيقة في دولة الدنمارك. من الدول الأخرى اللي حقيقة نلاحظ فيها وجود الكرد الفيلين بريطانيا، المملكة المتحدة. في بريطانيا أكو سكن واضح للكرد الفيلين سواء في العاصمة لندن أو في خارج لندن. طبعا لندن هي كبيرة، يسكنون في دوائر مختلفة، يقسم بهم في زون 1، قسم في زون 2، 3، 4، وقسم يعني يسكنون في مناطق أخرى من بريطانيا، المحافظات والمناطق الأخرى في بريطانيا. هؤلاء أيضا أما منسجمين أو متداخلين مع الهيئات والمواكب والمجالس للأخوة النجفين والأخوة الكربلائيين وأهل الكاظمية وأهل المحافظات الجنوبية، أو ربما يكون عندهم تشكيلاتهم المستقلة وتشكيلاتهم المتنوعة، لكن هي كلها على سفرة وعلى مائدة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم حتى وإن سافروا وإن سكنوا في بلدان وفي دول غير موطنهم الأساسي غير العراق، أيضا يحافظون على انتمائهم المذهبي، انتمائهم الديني، انتمائهم الولائي، فهم أصحاب الشعائر الحسينية، أصحاب المواكب الحسينية. طبعا أيضا نقدر نقول أنه من المناطق الأخرى التي هي أيضا محط أنظار المكونات أو الجاليات العراقية اللي من الكرد الفيلين في الولايات المتحدة الأمريكية، في أمريكا سواء في العاصمة أو في بعض المناطق الأخرى، طبعا هي حسب التوزيعات، لأن الولايات المتحدة الأمريكية مرة هي تقوم بتثبيت الكرد الفيليين أو غير الكرد الفيليين، كل الجاليات العراقية أو غير الجاليات العراقية، هي يعني البلديات، دائرة البلديات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في بريطانيا بعض أحيان هي إذا أرادت تعطي امتيازات فتحدد المنطقة وتحدد المنطقة للسكن. بعض أحيان أكو فد مرونة في عملية التنقل منطقة إلى منطقة، وهذه قضية تفصيلية مرتبطة بقوانين كل بلد من البلدان اللي ذكرناها. ففي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أما أن حقيقة الموالين المحبين من الكرد الفيلي أما منسجمين مع الهيئات والمواكب الأخرى ومتداخلين معهم دون أن يعلنوا أو يظهروا أو دون أن يعرفوا أحنا من الكرد الفيلين، أو يعرفون بنسبة ما أنهم أساسا من الكرد الفيلين. إذن أينما تجد الشعائر الحسينية والولاءات الحسينية والمآتم الحسينية والاحتفالات الدينية وإقامة الصلاة والجماعة وإقامة كل ما يرتبط بالدين والمذهب، وعندما ترى دائرة يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، ترى هذا المكون الفيلي الشيعي الموالي حاضرا وجاهزا ومتفاعلا ومنسجما مع هذه الهيئات والمواكب، وبالنتيجة يدافعون عن وجودهم وعن كياناتهم وعن عاداتهم وعن تقاليدهم بشكل من الأشكال. طبعا أكو نسبة عندنا أيضا، نسبة يمكن مو كثيرة في كندا، وعندنا نسبة من الكرد الفيليين في استراليا. ففي استراليا عددهم أيضا متوزعين، يعني أما في سيدني أو في المناطق الأخرى المتواجدة أو مناطق نفس العاصمة خلينا نقول، المهم تجد من الكرد الفيلين ونفس المنهج، يعني أما انسجاما أو يتداخلون مع المواكب والهيئات والحسينيات والنشاطات والفعاليات التي تقام هناك من قبل الجاليات المختلفة، أو أنهم لهم صورة مستقلة. يعني في الواقع أنا يعني ما توفقت أروح إلى كندا وأستراليا في زيارة، كانت عندي زيارة السويد أو دنمارك أو هولندا أو فرنسا أو الدول الأخرى، ورأيت نشاطات الكرد الفيلي من قرب، لكن لحد أن أوفق في زيارة الأخوة الجاليات في
كندا وفي استراليا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. على أي حال هذا يفرح عندما نجد المكون الفيلي أنه لم ينسى انتمائه ولم ينسى هويته. الهوية الأساسية لهذا المكون هي الهوية الشيعية الاثنى عشرية الإمامية، الهوية التي تنتمي إلى مدرسة أهل البيت. ودعوتنا إحنا لكل الصادقين، لكل الموالين، لكل المحبين أن حقيقة أن ينسجموا مع هذا المكون، أن يدافع عن هذا المكون، أن يتفاعلوا مع هذا المكون، وأن يبتعد الجميع عن النفحات الشيطانية التي نشم منها رائحة الجاهلية والعنصرية والقومية أو غير ذلك، لأننا كلنا من آدم وآدم من تراب، والأفضل والأقرب منا إلى الله سبحانه وتعالى هو الأقرب إلى دين الله، هو الأقرب إلى طاعة الله، وهو الأقرب إلى التقوى، وهو الأقرب إلى الكتاب والعترة. نسأل الباري عز وجل أن يوفقنا لما فيه خير الدين وخير الإسلام وخير الكتاب والعترة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى